ال على ال وجي على جي. هنا اسمعوا لنا ار في ار على ار وفي على في. الامشاج هذا شحال عطينا تاع الامشاج؟ هذا ال جي ار في. دونك هنا ال جي ار في. بما ان ولاده غير مرتبطه بالجنس نعاودوا هذه ماشي ذكري ماشي انثوي. اذا عدد الصبيات هنا دوزان هنا ان. وما هي الظاهره التي تمكن من الانتقال من دوزان الى ان؟ لا دوزان الان فوالا فوالا. وهنا الخطا اللي ما ترتكبوش هو كل هذا ماشي ودار كل ماشي. الو الان مي غادي نديروا الاخصاب. الاخصاب هو التحام ماشي ذكري بماشي انثوي. يساهم كذلك في تخليط الحالات من اصل ابوي ومن اصل اموي. فوالا امومي فوالا. دونك كي غادي تجينا ال على من؟ على ار جي على في. زيد ماذا مثلها الجيل اف ان. هنا اسمو نكتب المظهر. ها الله يرضي المظهر لا نمط الوراثي. لا هذا النمط الوراثي. لافراد اف ان. وما هو المظهر الخارجي؟ ونديرو اسم نكتب فيها المظهر الخارجي ال جي. الله يخليكم. عباره عن جدول دي مدخل جهه كنوضعوا فيها الامشاج الذكريه وجهه كنوضعوا فيها الامشاج. شحال عندنا هنا؟ غير باش نعاونك في السابي بسرعه. اعيد اصبر 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 اصبر. مي تبغي مي تكتبوا كتبوا ما تكتبوش بالاعصاب. كتب غير بشويه ودير شي حاجه زي. رحم الله عمدا عمل عملا فاتقانه. هذاك غير شت نقول لك غير بشويه وندير حاجه هكا ونتقن العمل ديالي. طق طق عاود ها الله هاك. زيد لا لا هذا الشيء انتم ما كتعطيولوش قيمه. راه في الامتحان هذا هو خاص يكون الورقه. لا ما كاينش. خلاص غادي نخليو لي الان. هو دائما نصحنا ويدير لي هكا زيد ما تكبرهم غير بشويه يعني غير بشويه. لا ما ديرش هذيك الشرطه الطق. لا الصبغي هذا هو الصبغيات يكونوا متقاربين. اصبر نوريك انا غادي نعطيك وحده وانت تبعها غير بشويه. علاش انا غادي ندير وحده غير هكا ها وها وهكا وغير بشويه علي ما لكن نمثلو هكا وبين بلون مغاير نوضع اسيدي شحال المظهر الخارج او خليه هو يدير الى خطا صحوا له هادشي اللي اذا هذا الفرد متشابه اقتران ولا مختلف اقتران؟ متشابه من سلاله نقيه ولا هجين؟ نقيه ها زيد ها الله يرضي
How did you? How is he? هلا زيد شكون اللي يديرنا السطر الثاني مربوع مضى الخارج بيرو مغاية نكتب هنا ديرها بالحمر 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 ال هلا زيد زيد لان نوضعوا دائما السائد الفوق هذه باش تسهل عليك في الكتابه جيد متطوع اخر الاخرين الاخوان كتبوا ما تبقاش تضيعوا الوقت في الساء في الساء مربو واخ الله في الساء ال على ال جي على في كل واحد اللي راه غادي في الطريق ولا لا هنا زيد فوالا ثالث ال جي زي معلش زيد الانسه الصحيح ناضي شكون اللي بغى يختم هندور مورا هندور الان هذا الشيء اللي كنديروا الان في الصبور انتبهوا انتبهوا دقيقه هذا الشيء نظري هادو نتائج نظريه ولا ها الان يجب ان تحقق هل النتائج نظريه باش عاد نديروا قانون ياك إلا ما كانتش النتائج النظرية توافق هذه يعني أن إما الموريتاتان مرتبطتان ولا حنا ارتكبنا شي خطأ هنا دونك خاصنا نعرفوا بأن خاصهم يخرجوا مطابقين الله يخليكم ويشركم تتبعوا معها ولا لا الله الله المظهر الخارجي أنيسة لا نبدا بلا نبدا بالاغ هاك ملاحظه اخرى في الامتحان احترموا الترتيب الا بديت بالشكل عاد نفوت اللون ما بقاش هكا لان المصحح راه كتعبوك بهذه الطريقه لا جيد هندور الانسه في الساعه مزيان عرفت التالي غادي نحسبوا اميمه انت تحسبي لنا ياك فوالا الكحل راك عارف الانسه الله يخليكم تقنوا العمل ديالكم حتى في الوساخ حتى من يكون في الوساخ نتقن لان لا درت في الوساخ مزيان فوالا معليش فوالا برافو هادشي اللي كتبته مهندور صحيح ام خطا؟ لا مزيان ممتاز راه مزيان غير نتسائل وصافي ما دهشيش الانسه هاك لا بالاحمر الله يخليكم
المظاهر الخارجية نديرها بلون، الأنماط الولاتية نديرها بلون. حتى في الامتحان، في الامتحان استعمل الألوان أسيدي، استعمل ما عندك ما خسرت، كل يحسب الناقصي. خليه هو يكتشف. الجي شحال؟ 9 على من 16. ها شتو ها اللي لقينا قبل. زيد الفي الفي ثلاثة على 16. فهمتوا؟ هذا الشيء اللي رحنا نديروه تجريبي ولا نظري؟ نظري. واللي حسبناه هل النتائج؟ اذا عاد غادي الان ندير الخلاصه. النتائج يعني كتطرح فرضيه وكتحقق ومن بعدها كتخرج القانون، وهذا ما يسمى بمناهج من العلوم التجريبيه. مناهج العلوم التجريبيه كتدرس في الفلسفه. جيد، اذا جاتني شان. اذا شكرا على انتباهكم والى اللقاء.